أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذه النشرة الإخبارية. عفو ملكي جديد بمناسبة عيد الشباب بلغ نسبة 760 شخصا. التفاصيل مع مريم حمداوي. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 760 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نستبلغ لوزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1445 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 760 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 601 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 50 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 551 نزيلا. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 159 شخصا وموزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 37 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 8 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 107 أشخاص. مختل عقليا مسلح يهاجم مواطنين وعناصر أمنية بواسطة كلب شرس والشرطة تطلق النار. تفاصيل مع مريم حمداوي. اضطرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس نهاية الأسبوع المنصرم لاستعمال أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة تظهر عليه علامات المرض العقلي. وكشفت مصالح ولاية أمن مكناس أن المشبه فيه كان في حالة دفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة. وأضافت أن عناصر الشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما أقدم على إضرام النار في بعض أتات منزل عائلته، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر عناصر الأمن الوطني لإطلاق رصاصات تحذيرية لتحييد الخطر الصادر عن الكلب المهاجم. وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشبه فيه بعدما أبدى مقاومة عنيفة، حيث أصيب بجروح جراء محاولته الفرار عن طريق القفز من نافذة المنزل، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحاوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير هذا. وتمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. تركيا قتلى وجرحى في حادث سير مأساوي في مدينة يوزغات. التفاصيل مع شيماء مرابط. لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون ليلة الأحد في حادث انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة يوزغات وسط تركيا. وقال مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية قوله إن الحافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مصرع 12 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين. وأضاف المصدر أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ إلى عين المكان، مع نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سوزغون الحكومي. من جانبه أعلن وزير العدل التركي يلماز يونغ فتح تحقيق في أسباب الحادث. حامل لقب الدوري الإيطالي يعلن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي وليد شديرة. تفاصيل مع شيماء مرابط. وقع الدولي المغربي وليد شديرة رسمياً مع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد موسم ناجح مع باريس، وفقاً لما أعلنه الناديان الإيطاليان. وأشار نادي نابولي في بيان له مساء الأحد إلى أنه تعاقد مع وليد شديرة القادم من باري، مسجلاً أن الدولي المغربي قد انتقل إلى فروزينينو كالتشيو على سبيل الإعارة حتى 30 من يونيو 2024. وبهذه المناسبة رحب نادي باري بأداء المهاجم المغربي الشاب البالغ من العمر 25 عاماً قائلاً إن شديرة سجل 28 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 75 مباراة،
وتابع النادي الإيطالي بالقول إن أسد الأطلس أظهر روحاً قتالية عالية خلال مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف النهائي. وبعد بعض التجارب مع الفرق المحلية انطلقت مسيرة تشدير مع نادي لوغيتو قبل أن يلتحق بسان جيو سيتي ثم بارما في عام 2019 إلى أن انضم إلى نادي باري في العام 2021 على سبيل الإعارة. واعتبرت الصحف الإيطالية أن الدولي المغربي صنع حلم باري مبرزة الإنجازات المبهرة لأسد الأطلس الذي تمكن من قيادة باري إلى الدوري الدرجة الثانية بفضل هدفه الحاسم ضد كوزينستا. وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن شدير ينطلق في مغامرة جديدة مستحقة في الدرجة الأولى قبل أشهر قليلة من كأس الأمم الإفريقية المقرر تنظيمها في الكوت ديفوار. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.